مرحبا بحضراتكم في الفقرة الأخيرة الطبية. وزي ما احنا كده كلنا عارفين تقال دايما الجملة دي وحافظينها، يقولك الوقاية خير من العلاج، والوقاية دايما بتكون خير كبير جدا وتكفينا كده لما بنكبر في السن ان احنا نقعد نتعالج ويجي لنا مشاكل ونقول يا ريتنا. كلمة يا ريتنا دي للأسف الشديد ناس كتير جدا بقت تقولها مؤخرا، بس في توعية وبقى في دلوقتي فكر جديد وبقى في دلوقتي طرق جديدة كمان نقدر ان احنا نستغنى بيها عن بقى قصة يا ريتنا. مشاكل العظام تحديدا والمفاصل عامة لو هنتكلم عنها ونناقشها تبقى كمان من اشد الالام المزعجة لاصحابها. وكمان في قصة هنا الخشونة، خشونة المفاصل برضو بنسمعها كتير، ويمكن ما فيش بيت مصري اصلا ما عندوش مشكلة او يعني حد بيعاني من مشكلة في خشونة المفاصل او في العظام. على كل حال هنعرف كل ده وازاي نقدر ان احنا من دلوقتي يعني نوفر على نفسنا مشاكل قد ان هي تصيبنا مع كبر السن، وازاي كمان ممكن ناخد نصايح طبيه سريعه. كل ده هنعرفه من دكتور باهر السعيد المستشار الطبي لشركه باكس فارما. صباح الفل يا دكتور، منورنا والله كالعاده. الله يكرمك، شكرا جزيلا. صباح الفل. يعني انا يمكن عايزه برضو اخد رايك في اللي انا قلته، قصه ان بجد ما عندناش بيت في مصر ما فيهوش مشكله لو حتى فرد بيعاني من العظام او المفاصل او الخشونه، نعمل ايه يا دكتور عشان ما نوصلش لهذا الليفل، ولو وصلنا كمان نتعالج ازاي؟ الأول هي مشكلة خشونة المفاصل أو التهابات المفاصل بصفة عامة هي منتشرة في مصر وفي الوطن العربي بصفة عامة بسبب العادات الصحية الخاطئة اللي كلنا بنمارسها للأسف. الوزن الزايد اللي بتعاني منه ستات مصريات كتير ورجالة برضو يا دكتور باهر. لا، على أساس إن الستات بيبقوا أكثر عرضة كمان لموضوع ويمكن الخشونة. الحرقة أقل، يعني حرقتهم يمكن شوية أقل. بالظبط. فالوزن الزايد ده من ضمن أساسيات أو أسباب خشونة المفاصل. الممارسات الخطأ، القعدة الغلط حتى، يعني في ناس بتقعد غلط، بتضغط على ركبتها غلط، بتطلع السلم بشكل خاطئ من غير راحة. لو برضو الناس اللي حركتها كتير بتمشي كتير، طبيعة شغلها بيحتم عليها ده. الرياضيين اللي بيعملوا رياضة عنيفة شوية على ركبتهم زي رفع الأثقال أو حتى الكورة، لو أي رياضة بتعمل ضغط على الركبة، كل ده بيسبب خشونة المفاصل. وبرضو كمان عدم الاهتمام بأخذ المكملات الغذائية اللي ممكن تقوي عظامنا. ناس كتير جدا بيبقى عندهم نقص فيتامين د، ناس كتير جدا بيبقى عندهم نقص في الكالسيوم، كل الحاجات دي بتسبب مشاكل في العظام مع مرور الوقت. كويس جدا. والمشكله الاكبر ان احنا ما بنبقاش عارفين، يعني ممكن يبقى حد بيمارس حياته اليوميه بشكل طبيعي جدا بس هو مش عارف لان هو ما بيعملش تشيك اب ان هو عنده مشاكل في بعض او في نواقص في بعض الفيتامينز اللي هي بتؤثر بشكل مباشر على الملف اللي بتتكلم فيه، المفاصل او العظام. يعني ما عندناش برضو هنا الثقافه دي ان انا اعمل تشيك اب، ان انا اراعي، ان انا اشوف نفسي. لا، لما المصيبه بتحصل بنبدا ان احنا ناخدها زي بتاكد تيك ات فروم ذير. فطبعا احنا غلط جدا. احنا مبدئيا يعني نتعامل حتى مع الأعراض اللي ممكن تصيبنا. يعني مثلا لو حد بيقوم من النوم حاسس بإرهاق، بتعب، حاسس ان عضلاته بتوجعه مهما عمل او اخد راحته في النوم برضه بيحس بتعب، ده دليل مثلا عن نقص فيتامين د. لو حد اما بيجي يقوم من النوم او هو نايم اوريدي، ده اعراض فيتامين د. في بقى حاجه تانية، الناس اللي بتشتكي من طقطقه في المفاصل او في الركبه، تحس بالم وهي طالعه السلم، تحس مثلا ان هي ان في تورم في ركبتها، تحس ان هي لما تيجي تنزل من على السرير تحس بوجع في ركبتها، او هي بتنام بالليل في الم غير محتمل في الركبه. كل ده أعراض بتقول إن في بداية التهاب أو خشونة في المفاصل، فكل ده لازم نتعامل معاه. في حاجات وقائية ممكن نستعملها، يعني بعيداً عن أو بعيداً عن أنواع المستوردة المبالغ في ثمنها، ممكن نعتمد على مكملات غذائية تحسن كفاءة العظام بتاعتنا، تحافظ على الركبة، تحافظ على المفاصل. زي ايه بقى؟ طب ما نخش بقى يعني خلينا نقول للناس دلوقتي احنا عرضنا الازمه والازمه موجوده في تقريبا في كل بيت. نعمل ايه بقى؟ ايه الحل؟ لو حد بيشتكي من اعراض
خشونة المفاصل، تيبسات الركبة، التهاب الركبة، الألم بتاع الركبة. أشهر حاجة ممكن تساعد على بناء الكولاجين بتاع الغضاريف اللي بيبقى زي الوسادة اللي بيخلي الركبة فيها مرونة، هي التركيبة بتاعت الجلوكوزامين مع الكوندروتين، دول اللي بيبنوا الكولاجين في العظام، بالإضافة كمان للهيالورونيك أسيد اللي بيحافظ على شبكة الكولاجين في العظام. ولو ضفنا عليهم حاجات طبيعية تسكن الألم بشكل طبيعي زي الجنجر اللي هو خلاصة الزنجبيل مع البرومالين اللي هي خلاصة الأناناس اللي هي الحاجات المسكنات الطبيعية للألم، بديل المسكنات اللي هي الكيميائية، لو قلنا مسكنات طبيعية للألم، التركيبة الخماسية دي اللي هي الكوندروتين، الجلوكوزامين، الهيالورونيك، الجنجر، البرومالين، موجودة في الجوينت بيكس، ده منتج مصري بديل او مثيل للانواع المستورده المبالغ في ثمنها بس بسعر مصري هادي جدا على قد الايد. التركيبه الخماسيه او القوه الخماسيه بتاعه الجوينت بيكس بيخليه من افضل المكملات الغذائيه اللي بتدينا وقايه من خشونه المفاصل لو احنا بادئين نحس باعراض او لو اوريدي عندنا خشونه، فبيساعد في العلاج مع الادويه اللي الطبيب اكيد كاتبها. فهو مكمل غذائي يحافظ على سلامه المفاصل، يحافظ على الركبه، يساعد في علاج خشونه الركبه والوقايه من مشاكل الركبه، وفي الاخر سعره مصري بنفس الكفاءه والفاعليه للانواع المستورده. وغير كده كمان التركيبه الخماسيه دي حتى مش هتلاقيها في انواع مستورده، تركيبه ان هي حاجه بتبني او بتبني الغضاريف او بتساعد على التئام الغضاريف، وفي نفس الوقت يبقى فيها تركيبة الجنجر والبرومالين اللي هم مسكنات طبيعية للألم ومضادات للتورم طبيعية. التركيبة الخماسية دي بتخلي الجوينت بيكس حاجة مثالية للحفاظ على الركبة. هو اصلا الدكاتره كمان يعني العظام والمفاصل وكده بينصحوا بيه يعني بجوينت بيكس اصلا هي مكمل كعلاج غذائي. كمان كعلاج ده بيرجع للطبيب، الطبيب بيكتب كورس علاج، ده بيساعد، ده مكمل غذائي بيساعد يعني ممكن قبل ما يبقى اشتكي حتى وانا في ليفل مبكر يعني كوقايه. بس طبعا بننصح كمان مع الجوينت بيكس ان احنا برضو نعتمد على نوع يقوي عظمنا ازاي، حاجه كالسيوم وحاجة فيتامين د تعمل على بناء العظام. الكالسيوم الجوينت بيكس معاه في الكورس بتاعه نوع كالسيوم اسمه سي دي زد بيكس، ده عبارة عن نوع كالسيوم ستريت. كل الناس بتعتقد ان الكالسيوم اللي في السوق كله شبه بعضه، لا طبعا، معظم انواع الكالسيوم اللي في السوق بيبقى نوعها اسمه كالسيوم كربونيت. كالسيوم كربونيت ده بيبقى يعمل انتفاخات، تقلصات، يعمل امساك. هنا في السي دي زد بيكس النوع الكالسيوم اللي فيه كالسيوم ستريت بيبقى خفيف على المعدة، آمن، ما بيعملش إمساك، ما بيعملش أي تقلصات. السي دي زد بيكس نوع كالسيوم بتركيز عالي بناخده حباية بعد الفطار، الجوينت بيكس اللي هو بتاع الخشونة بناخد حبايتين بعد الغداء، بالليل بقى ناخد حباية فيتامين د. لو اتكلمنا بقى عن فيتامين د حدث ولا حرج، يعني فيتامين د هو فيتامين الحياة، فيتامين الشمس، كلنا ما بناخدش حظنا من الشمس. فالفيدي بيكس اللي هو فيتامين د تركيز 2000 وحدة، تركيز ممكن ناخده حتى بدون تحليل، الفيدي بيكس بتاخد حباية بعد العشاء عشان يثبت الكالسيوم في العظام، وفي نفس الوقت كمان عارفين فايدة فيتامين د للمناعة، للشعر، حتى كمان لتقوية العظام، من أساسيات تقوية العظام فيتامين د. فيتامين د تركيز 2000 وحدة اللي هو الفيدي بيكس. فهم كده يعتبر زي كورس ثلاثي بتاع الخشونة، الجوينت بيكس، الكالسيوم سي دي زد بيكس، الفيدي بيكس كنوع فيتامين د. ولو احنا عايزين ناخد حاجه مالتي فيتامينز شامل معاهم قلب مالتي، بس ده مش هيتعارض مع فيتي بيكس مثلا ولا ده؟ لا لا لا، مفيش اي انجريدينتس. لا لا مفيش اي تعارض طبعا. قلبي يعني مالتي لو هنا نفس الانجريدينتس وهنا نفس هنا مفيش إن لا مختلفين يعني. قلب مالتي فيت لو نتكلم على قلب مالتي فيت عباره عن فيتامين شامل بيديك المعادن والفيتامينات اللي جسمك محتاجها بقى للشعر، للبشره، للمناعه، للتركيز، للباور، للذاكره. فالقلبي مالتي فيت حبايه يوميا. طبعا كلنا ما بياكلش ولا خضار ولا فاكهه ولا اي حاجه من الحاجات اللي المفروض الصحيه، فده بيديلك الناقص
في محتوى الفيتامينات والمعادن اللي احنا بناخدها. فده كفيتامين شامل. واحنا موضوع كورونا والاوبئه اللي عدت علينا دي بتخلينا دايما مهتمين ان احنا ناخد نوع مالتي فيتامينز يكمل الناقص في الغذاء بتاعنا. الناس اللي كانت بتاكل اكل هيلسي هم اللي نجوا من كورونا، انما والله ما فيش حد نجا تقريبا يا دكتور باهر يعني لا كلنا، بس اللي اهتم بالمكملات الغذائيه يمكن كمان الاعراض كانت أحسن. عليه اقل ربما. بالظبط بالظبط. فعشان كده احنا بنقول ضروره ان احنا ناخد مالتي فيتامينز شامل. فالال بي مالتي فيت نوع برضو مصري في المتناول، بيديك نفس المكونات بتاع الانواع المبالغ في ثمنها المستورده بس بجوده عاليه جدا وكفاءه عاليه جدا. فحبايه يوميا منه من ال بي مالتي فيت مع الحبايتين الجوينت بيكس بعد الغداء، والكالسيوم زي ما قلنا صباحا وفيتامين د ليلا. طب ما الكالسيوم اوريدي موجود في ال بي مالتي فيت برضو، فعشان كده كنت بسال هل في تعارض مع البرسنتج اللي الجسم محتاجه؟ لا، القلبي مالتي فيت الكالسيوم اللي موجود فيه عبارة عن كالسيوم مناسب للاحتياج اليومي، اللي هو مثلا أنا ما عنديش مشاكل في الكالسيوم بس عايز مالتي فيتامينز شامل وخلاص، حاجة وقائية كده يعني، حاجة بنسب بسيطة مناسبة ان انا امشي عليه طول العمر مثلا. أوكي. انما الكالسيوم اللي موجود في سي دي زد بيكس عبارة عن كالسيوم علاجي للناس اللي عندهم نقص في الكالسيوم، للناس اللي عندهم مشاكل في الكالسيوم. معظم الستات مع الحمل والرضاعة بيحصل عندهم نقص في الكالسيوم. معظم الستات بعد انقطاع الطمس مثلا بيحتاجوا نوع كالسيوم بتركيز عالي. ده برضو مرضى الكلى والكبد دايما الاطباء بيكتبوا لهم نوع كالسيوم كويس، ويستحسن دايما يبقى كالسيوم سيترات زي اللي موجود هنا، لان هو ده النوع او نوع الكالسيوم المناسب حتى لكبار السن ولمرضى الكلى والكبد. فهنا الكالسيوم بتركيزه اللي موجود في سي دي زد بيكس بيعوض النقص بتاع الكالسيوم. انما الال بي مالتي فيت ده فيتامين شامل للصحه العامه، فيتامين شامل للشعر، للبشره، لصحه الاظافر حتى، وفي نفس الوقت حاجه تدي باور تدي طاقه. الكالسيوم للعظم اكتر، هو ده الفرق ما بينه. اوكي. طيب ممكن حد يجي يقول يعني مبدئيا كده هو مش تو ماتش بيلز في اليوم، يعني كذا بيل كده انا باخدها في اليوم وانا مش محتاج اصلا، انا مش بعاني من حاجه؟ هو لو مش بيعاني مش شرط ياخد كل ده. يعني احنا بنتكلم لو واحد عايز ياخد مالتي فيتامينز شامل ياخد ال بي مالتي فيت وياخد فيتامين د معاه، تمام؟ بس يبقى احنا كده بنتكلم محدش بيعاني من حاجه. تمام. ما بيعانيش من حاجه خالص. طب واحد حد بيعاني من بدايه خشونة، او بدأ يبقى فيه شوية مشاكل في الركبة، او لو واحد بيمارس رياضة ممكن تسبب له مشاكل في الركبة وعايز حاجة وقائية، خلاص بقى هندخل الجوينت بيكس. حد بيعاني من نقص في الكالسيوم هياخد الكالسيوم اللي هو صباحا. وزي ما قلنا في فئات زي الحوامل، زي كبار السن، زي الناس اللي هم او بعد انقطاع الطمس كده كده محتاجوا كالسيوم، فلازم هتاخد كالسيوم كده كده، وهتاخد فيتامين د وهتاخد المالتي فيتامينز. طب هل ممكن يعني الموضوع يختلف من شخص لشخص؟ يعني هل انا سن، يعني بتكلم على السن، يعني حتى لو نفس الكيس اللي هي المرضيه بس من شخص لشخص هل بتختلف؟ يعني السن الصغير عادي برضو الموضوع سيف؟ مفيش مشكله. مفيش اي مشكله. بس احنا بنقول لو حد مثلا عنده قرحه في المعده اكيد لازم باستشاره الطبيب بتاعه لازم هياخد حاجه للمعده معاه. لو حد مثلا مريض قلب او اصحاب الامراض المزمنه الشديده، لا لازم طبعا الطبيب بتاعه يبقى مطلع على الدواء ده او بيظبط جرعاته مع الطبيب بتاعه. طيب برضو ممكن حد يجي يقول لك هل ده بيتعارض مع اي مرض مزمن؟ يعني في امراض مزمنه اصحابها بيخافوا ان هم يلجأوا لمالتي فيتامينز او حاجات وقائيه زي ما حضرتك دلوقتي اتكلمنا، ربما يبقى لها تاثير على الكبد او غيره. احنا اتفقنا هو طبعا مامون، بس اتفقنا ان اصحاب الامراض المزمنه لازم اكيد يراجعوا الطبيب بتاعهم برضه، ما ياخدوش من نفسهم بقى. خاصه الامراض القلب، لو واحد مثلا عنده مشكله كبيره في القلب الاساسي طبعا لازم، مش هياخد اي حاجه غير باستشاره الطبيب بتاعه. برضو الناس اللي هم عندهم زي ما قلنا قرحة في المعدة لازم بإشراف الطبيب بتاعهم أو لازم ياخد دواء المعدة معاه. على فكرة مش في ده بس، في أي دواء أيا كان، حتى لو هو فيتامين أي حاجة مهما كانت، لازم طبعا الناس اللي هم الحالات الشديدة أو اللي فيها مشاكل كبيرة لازم طبعا. طيب لو حد برضو من الناس دلوقتي، أنا بحاول يعني أجاوب كل ما يعني قد يحضر يعني في ذهن المشاهد، حد يقول لك أنا رحت عملت تحاليل مثلا ما عنديش أي مشكلة خالص، يعني هنا احنا بنتكلم هل برضو في
داعي لقلب مالتي فيت او كده لو او بيكس تحليله فيت. يعني مثلا تحليل الفيتامين د كويس، هاخد فيتامين د ليه؟ خلاص تمام. كالسيوم كويس، خلاص ما اخدش كالسيوم. انما برضو لو انا عايز القلب مالتي فيت برضو ممكن تحاليلي كويسه بس عندي تساقط في الشعر مثلا، اكيد هحتاج مالتي يعني اكيد فيتامين. قلب مالتي فيت مفيد مفيش حتى لو اي مشكله. يعني عمره ما هيكون مضر، بالعكس. بالظبط بالظبط، هي واحده في اليوم، التركيزات بتاعته مناسبه، مش هتعمل سميه ولا هتعمل تركيز زياده من اي حاجه. كفيتامين شامل بياخد حبايه في اليوم، مفيش اي مشكله خالص. طب احنا ليه عندنا لما نيجي نعمل كده مقارنه تلاقي ان الموضوع زايد شويه في الوطن العربي من قصه هنا المفاصل والمشاكل بتاعتها وبالذات لكبار السن والعظام؟ يعني ده راجع لايه برضو من خبره في حضرتك؟ بره دايما بيعتمدوا على اخذ المكملات الغذائيه من فتره الشباب، ثقافه بقى مختلفه. الثقافه عندهم اكتر، كمان بيمارسوا الرياضه. هنا ما فيش حد بيمارس رياضه، يعني معظمنا احنا في ناس بتمارس كل حاجه بس المعظم بيتجاهل اهميه الرياضه في الصغر. الرياضه عشان تبني جسمك كويس، ما فيش حد بيهتم ما هو في بالكلام ناس ده. بقى عندها برضو معلومات مغلوطة في النقطة دي، يقول لك ما هو أنا مش عايز أدوس على نفسي جامد في مش الرياضة. شرط لا الرياضه لا لا عنيفه. أكمل سؤال عشان تفهمني. اتفضلي. أقصد مثلا يعني الناس اللي على التريد ميل بيقول لك لو أنت مشيت على التريد ميل كتير هيعمل لك مشكلة مثلا في المفاصل أو في الغضاريف، حاجات زي كده تقريبا. فبيقول لك أنا مش عايز أروح عشان ما يجيليش مشكلة. يعني الناس رابطة برضو إن أنا لو رحت الجيم واتمرنت بشكل مكثف هيجيلي مشكلة فأنا أبعد أحسن. في رياضات كتير، يعني في رياضات ما بتأثرش على الركبة أصلا خالص، زي السباحة مثلا. السباحة ملهاش أي دخل بالركبة، ما فيش أي مشكلة في الركبة. ففي أنواع رياضات مختلفة ممكن نختار اللي ما بيأثرش على طب ركبتنا. الجيم ان جنرال هو كويس ولا لا؟ أكيد يعني كويس طبعا، انا سمعتها شخصيا كتير موضوع التريد ميل دي بيقول لك ماشي. مش حلوة أوكي، بس عدم من مشاية. عدم الإفراط فيها. انما احنا لو حن 5 دقايق ولا حاجه ايه اللي هو هيحصل؟ مش حد ما فيش بيعمل خمس مشكله. دقايق دي كاني ما عملتش حاجة. لا يعني انا مثلا من ربع النص ما ساعة مثلا. احنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في ان حد رايح حاجه للصحه العامه مش وقايه، مش رايح يخس مثلا. لو هيخس لازم هيقعد ربع ساعه نص ساعه زي ما حضرتك قلتي، بس هي طريقه اصلا وقوفه على المشايه، الطريقه نفسها انك ما تتنيش ركبتك جامد، انك يعني الوضع في نفسه، الوضع نفسه بيفرق في موضوع حماية الركبة. وبرضه في نفس الوقت كمان استعمال، لو احنا بادئين او عندنا قلق على الركبة ناخد الحاجات دي. ما ايه المشكلة ما ياخد الجوينت بيكس؟ لو حاسين بأي بداية اي ألم في الركبة ناخد الجوينت بيكس ككرسي وقائي. يعني انا ما عنديش اي مشكلة في الركبة، بس بدأ شوية ألم بسيط، شوية فرقعة او طرقعة بسيطة في الركبة، حاجة بسيطة، ما ناخد الجوينت بيكس، لان هو في الاخر حاجة مكمل غذائي. لو ناخد حبيتين بعد الغداء يوميا لمدة شهرين مثلا، مفيش اي مشكلة خالص، حاجة هتحمي ركبتنا. وبرضو بقول للرياضيين اللي الرياضة عندهم بتضغط على الركبة جامد، زي رفع الاثقال زي ما قلنا، زي لعبة الكرة، زي اي لعبة تؤثر على الركبة، حافظ على ركبتك بحاجة زي الجوينت بيكس. ناخدها كروتين مرتين يوميا مثلا لمدة شهرين، ونريح شهرين ثلاثة ونكرره تاني، مفيش مشكلة، لأنه في الآخر بيبني الكولاجين اللي بيدي مرونة للركبة. الركبة أو المفصلين دول بيبقى فيه زي وسادة ما اللي بينهم، هو الكولاجين بقى. بيحافظ عليها الغضروف ده، الغضاريف اللي هي بتحافظ على الركبة، اللي بتحافظ على الركبة من الاحتكاكات، ده بيتبنى بالكولاجين، الكوندروتين والجلوكوزامين والهيالورونيك اللي موجود في الجوينت بيكس بيبني الوسادة دي، بحيث ان انت تحافظ على ركبتك حتى من الاصابات. يعني احنا بنشوف معظم الاصابات بتاعت لعيبة الكرة دايما في الركبة، فهو يعتبر حاجة وقائية للموضوع ده. دكتور باهر للاسف الوقت بيجري سريعا، بس هسال حضرتك اخر سؤال خالص. الناس اللي عندها مشكله في الركبه بسبب زياده الوزن يخسوا الاول طبعا وبعدين ياخدوه؟ يعني عشان برضو الناس تقول لك هو مش سحر، لا يعني طبعا نعالج السبب الاساسي وبعد كده طبعا. ايه؟ انت لان عارفه زي اللي عايز يخس هو عايز ياخد برشامه ما تخسسه من غير ما يعمل من غير دايت، ما يبطل لا ما ياكل. هو فهي نفس الكلام. انت برضو خشونه الركبه لازم تخس الاول، تغير نمط حياتك اصلا، تخلي حياتك اكثر صحيا، فده هيظبط ده اكيد. مهم عشان ما تجيش بعد كده تدفع الثمن اغلى. يعني بالظبط اسيطر على نفسي شويه في الاكل وكده احسن من ان انا اجي يبقى عندي مشاكل يعني زي ما بتقال كده ملهاش اي لازمه اصلا. بالظبط. دكتور باهر بجد حضرتك نورتنا، الله انا بشكرك يكرمك، جدا شكرا جزيلا، واستفدنا عايز اكيد. نشكر دكتور باهر طبعا السعيد المستشار الطبي لشركه باكس فارما.